بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس جديد من دروس الصف الثالث ثانوي في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني، عنوان درسنا بمشيئة الله تعالى الإحداثيات القطبية، من إعداد الأستاذة أريج الملوحي، ومعكم المقدم علي جراح. فحياكم الله جميعا. درس اليوم بمشيئة الله تعالى درس بسيط وسهل ومرن بمشيئة الله، التمثيل البياني. سوف نركز في هذا الدرس بالتحديد على التمثيل البياني للمعادلات القطبية. إذا كان لدينا معادلة قطبية فكيف نمثلها بيانيا على المستوى الإحداثي؟ هذا هو ما نسعى إليه في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى. التمثيل البياني للمعادلات القطبية. المعادلة المعطاة بدلالة الإحداثيات القطبية تسمى معادلة قطبية. فمثلا R يساوي 2 ساين ثيتا. لو نلاحظ أن هذه المعادلة معطاة بدلالة R والثيتا. R هي المسافة المتجهة، والثيتا هي الزاوية. فإذا كان لدينا معادلة مكونة من طرفين يمين ويسار وبدلالة الآر والثيتا، فإن هذه المعادلة تسمى ماذا؟ نعم، تسمى معادلة قطبية. نعم، التمثيل القطبي هو مجموعة كل النقاط R وثيتا التي تحقق إحداثياتها المعادلة القطبية. أي أننا في المستوى القطبي نمثل النقطة R وثيتا وجميع النقاط R وثيتا التي تحقق المعادلة، التي تحقق المعادلة بدلالة R وثيتا. لدينا حالات رئيسية، حالتين رئيسيتين. الحالة الأولى ما إذا كانت R يساوي A. ما إذا كانت R المسافة تساوي A، فإن التمثيل يكون، التمثيل البياني في هذه الحالة هو جميع النقاط التي تبعد A أو التي تبعد مسافة قدرها A عن وحدة القطب. أي أن التمثيل البياني في هذه الحالة عبارة عن دائرة. دائما يقول جميع النقاط التي تبعد نفس المسافة A عن وحدة القطب، وبالتالي فإن التمثيل أكيد راح يكون عبارة عن دائرة. البعد ما بين محيط الدائرة ومركز القطب هي المسافة A، هي مسافة قدرها A، أي أن نصف قطر الدائرة. إذن المنحنى هو عبارة عن دائرة مركزها نقطة الأصل اللي هو القطب، وطول نصف قطرها A. نعم، طول نصف قطرها A. إذن هذه الحالة الأولى. إذا طلب منا أن نمثل بيانيا المعادلة القطبية R يساوي A، فإن التمثيل البياني عبارة عن دائرة. ما هو مركزها وما هو نصف قطرها؟ مركزها هو نقطة الأصل أو القطب، وطول نصف قطرها هو A. وطول نصف قطرها هو A. مثال، مثل المعادلة R يساوي 1.5. بكل بساطة هذا هو مركز القطب. من عند مركز القطب مسافة قدرها 1.5، ثم نرسم دائرة. ثم نرسم دائرة، هذه الدائرة يكون مركزها نقطة الأصل أو مركزها القطب، ونصف قطرها 1.5. نعم، إذن نصف قطرها 1.5، ثم نرسم دائرة. إذن تتكون حلول المعادلة من دائرة جميع نقاطها تكون على الصورة 1.5 وثيتا. 1.5 وثيتا، إذن مركزها القطب ونصف قطرها 1.5. مثال، مثل المعادلة أو تمرين، مثل المعادلة R يساوي 3. نفس الحكاية، من عند مركز القطب ننشئ مسافة قدرها 3، ثم نرسم دائرة. هذه الدائرة يكون مركزها نقطة الأصل أو مركزها القطب، ونصف قطرها 3. ونصف قطرها 3. نلاحظ الآن، إذا من عند المركز أو من عند نقطة الأصل صعدنا إلى الأعلى أو يمين أو يسار أو إلى الأسفل في أي مكان، المهم أن نسير مسافة قدرها 3، ثم بعد ذلك نكون الدائرة أو ننشئ الدائرة. فيقول تتكون حلول المعادلة من دائرة جميع نقاطها على الصورة 3 وثيتا. 3 وثيتا، 3 المسافة وثيتا الزاوية. طيب،
اكتب المعادلة للتمثيل القطبي التالي. الآن العكس، الآن أعطانا التمثيل القطبي وطلب منا المعادلة، بينما في التمارين السابقة كان العكس، كان يعطي المعادلة ويطلب منا التمثيل القطبي. الآن أعطانا التمثيل القطبي وطلب منا أن نوجد المعادلة. طيب بكل بساطة، الآن من عند نقطة الأصل أو من عند القطب، كم المسافة ما بين القطب إلى محيط الدائرة؟ كم المسافة ما بين القطب إلى محيط الدائرة؟ هذه المسافة هي التي تحدد لنا المعادلة. التمثيل على شكل دائرة، إذن وبالتالي راح يكون على هيئة R يساوي ثيتا، أو R يساوي A، راح يكون على هيئة R يساوي A. جميل، ما هي الـ A؟ A هي نصف قطر هذه الدائرة الحمراء، A هي نصف قطر الدائرة الحمراء، أو هي المسافة ما بين نقطة الأصل أو القطب إلى محيط الدائرة، إلى محيط الدائرة. فنلاحظ أن المسافة ما بين القطب إلى محيط الدائرة 2.5، وبالتالي فإن الدائرة تمر بجميع النقاط التي تكون على الصورة 2.5 θ. إذن معادلة المطلوبة هي R يساوي 2.5، R يساوي 2.5. طبعا بما أنها دائرة، إذن على هيئة R يساوي A. ما هي الـ A؟ A هي نصف قطر الدائرة، نقيس نصف قطر الدائرة 2.5، إذن المعادلة المطلوبة هي R يساوي 2.5، إذن المعادلة المطلوبة R يساوي 2.5. نعم، فهذا التمرين تمرين سهل. الحالة الثانية، ما إذا كانت ثيتا يساوي بي؟ ثيتا يساوي بي، كيف يكون التمثيل البياني لهذا النوع من المعادلات؟ الحالة الأولى R يساوي A، انتهينا. مراجعة سريعة، الحالة الأولى R يساوي A، ما هو التمثيل؟ عبارة عن دائرة نصف قطرها A. الحالة الثانية ما في R هنا، في ثيتا، ثيتا يساوي بي، كيف يكون التمثيل؟ التمثيل سهل جدا، في هذه الحالة يكون التمثيل البياني هو جميع النقاط التي تصنع زاوية مقدارها ب، جميع النقاط التي تصنع زاوية مقدارها ب. طبعا تصنع زاوية مقدارها ب مع من؟ مع المحور القطبي، هذا المحور القطبي الذي ذكرنا أنه ينطلق من نقطة الأصل ويسير باتجاه أفقي إلى الصفر، إلى الصفر. إذن التمثيل البياني هو عبارة عن مستقيم يصنع زاوية B مع المحور القطبي. نعم، التمثيل البياني هو عبارة عن مستقيم يصنع زاوية B مع المحور القطبي. مثل المعادلة ثيتا يساوي 2π/3. طيب سؤال، 2π/3 كم؟ أين 2π/3؟ هذه 2π/3 اللي هي تساوي 120، الباي 180، فكأننا نقول 2 ضرب 180 على 3 يساوي 120. إذن الآن نريد أن نرسم زاوية أو نرسم خط مستقيم، هذا الخط المستقيم يصنع زاوية مقدارها 120 مع المحور القطبي. إذن نلاحظ الآن، تتكون حلول المعادلة من مستقيم يصنع زاوية قدرها 2π/3 مع المحور القطبي، هذا هو المحور القطبي، وننشئ الآن المستقيم الذي يصنع زاوية مقدارها 120. نعم، إذا نلاحظ أن هذا المستقيم الآن الذي لونه بالأحمر يصنع زاوية مع المحور القطبي قدرها 120، واضح جدا. إذا كان هنا 90، هنا زيادة قليلا، ف 120، أو من خلال الزوايا الموضوعة أساسا على دائرة أو على المستوى القطبي 2π/3 أو 120 إذا ذكرنا أنه قياس 60. إذن في هذه الحالة تمثيل هذا النوع من المعادلات يأتي بصورة سهل جدا، وهو أن نمثل في البداية أو نرسم في البداية المحور القطبي، ثم بعد ذلك ننشئ خط مستقيم يصنع زاوية مقدارها b لقيمة الثيتا مع المحور القطبي. نعم، طيب مثال يقول مثل المعادلة 225 درجة، ثيتا يساوي 225،
في البداية هذا المستوى القطبي رائع جدا. خطوة التالية، أين المحور القطبي؟ هذا المحور القطبي هو عبارة عن محور أفقي يبدأ من القطب أو من نقطة الأصل ويسير يمينا إلى الصفر. الآن نريد أن ننشئ خط مستقيم، هذا الخط المستقيم يصنع زاوية مع الأفقي 225. في أين 225؟ طبعا هنا 210، هنا 240، فبلا شك أن 225 راح تقع بين 210 و 240، وأيضا نعلم أيضا أن 225 راح تقع في المستوى الثالث ما بين 180 إلى 270. فالآن هذه الزاوية وهذا هو الخط المستقيم الذي يصنع زاوية مقدارها 225 مع الأفقي، مع الأفقي. رائع جدا. اكتب المعادلة للتمثيل القطبي التالي. نلاحظ الآن أن التمثيل ليس عبارة عن دائرة حتى نقول R يساوي A، إنما عبارة عن مستقيم يصنع زاوية مع المحور القطبي. طيب في هذه الحالة تكون المعادلة على هيئة ماذا؟ على هيئة ثيتا يساوي B. ما هي البي؟ بي هي الزاوية التي يصنعها هذا الخط المستقيم الذي بالأحمر مع المحور القطبي، مع المحور القطبي. فنلاحظ الآن التمثيل على شكل مستقيم، وبالتالي فإن المعادلة أكيد راح تكون على هيئة ثيتا يساوي بي. ما هي البي؟ بي هي الزاوية ما بين المستقيم الذي باللون الأحمر مع المحور الأفقي أو مع المحور القطبي. طبعا يلاحظ هنا أن الزاوية مقدارها 30 درجة، نلاحظ أن الزاوية مقدارها 30 درجة، يعني من صفر نعم الزاوية قدرها 30 درجة، من صفر 10 20، نعم ربما هنا تكون ربما تكون هنا 30 درجة، وبالتالي فإن المستقيم يصنع زاوية مقدارها باي على 12. طبعا باي على 12 يقصد فيها نصف المسافة ما بين الصفر إلى باي على 6، اللي إلى باي على 6 طبعا فنقول باي على 12 نصف المسافة ما بين الصفر إلى باي على 6. نعم طيب في هذه الحالة تكون المعادلة ثيتا يساوي باي على 12، 180 تقسيم 12 يساوي 15، فباي على 6 نعلم أنها 30، فنقول من 0 إلى 30 نص المسافة 15، هذا 15، يعني ثيتا يساوي باي على 12 اللي تساوي 15. إذن الزاوية 15، ممكن نقول مباشرة ثيتا يساوي 15 درجة، ممكن نقول ثيتا يساوي باي على 12. إيجاد المسافة، الآن لدينا قانون نستطيع من خلاله إيجاد المسافة باستعمال الصيغة القطبية. لنفترض أن لدينا نقطتين في المستوى القطبي، النقطة الأولى اسمها B1 إحداثياتها R1 وثيتا 1، والنقطة الثانية B2 إحداثياتها R2 وثيتا 2، نقطتان في المستوى القطبي. طيب فإن المسافة بينهما تعطى من خلال القانون الجذر التربيعي R1 تربيع زائد R2 تربيع ناقص 2R1 R2 كوزاين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1. هذه الزاوية أو هذا القانون يجب أن يحفظ جيدا. إذا المسافة بين نقطتين قطبيتين، النقطة الأولى إحداثياتها R1 ثيتا 1 والنقطة الثانية إحداثياتها R2 ثيتا 2، يعطى من خلال القانون الجذر التربيعي R1 تربيع زائدا R2 تربيع ناقص 2R1 R2 كوزاين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1. ننتبه هنا للزاوية، حاصل طرح الزاويتين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1. نعم حفظنا القانون، نبدأ الآن نستطيع الآن أن نعوض في هذا المثال. أوجد المسافة بين النقطتين 5 و 120 و 2 و 130. نفترض أن هذه هي النقطة الأولى وهذه هي النقطة الثانية. نعوض الآن في القانون،
لحفظ القانون ار واحد تربيع تحت الجذر زائد ار اثنين تربيع ناقص اثنين ار واحد ار اثنين كوزاين ثيتا اثنين ناقص ثيتا واحد. طيب ار واحد تربيع طبعا اثنين، هذه النقطة الأولى على الافتراض أن هذا ار واحد والثلاثين هي ثيتا واحد والخمسة هي ار اثنين ومية وعشرين هي ثيتا اثنين. إذا نقول اثنين تربيع، اثنين تربيع زائد ار اثنين تربيع يعني خمسة تربيع ناقص اثنين ار واحد ار اثنين يعني اثنين في خمسة كوزاين ثيتا اثنين ناقص ثيتا واحد يعني مية وعشرين ناقص ثلاثين. الآن بالآلة الحاسبة نوجد هذه الأمور، اثنين تربيع أربعة ولا يحتاج حتى آلة حاسبة، خمسة تربيع خمسة وعشرين، اثنين في اثنين أربعة، أربعة في خمسة عشرين، كوزاين مية وعشرين ناقص ثلاثين يساوي تسعين. فنلاحظ الآن أربعة زائد خمسة وعشرين تسعة وعشرين، كوزاين تسعين صفر، صفر في عشرين صفر، إذن يبقى جذر تسعة وعشرين فقط، والذي يساوي تقريبا 5.4. إذن المسافة بين هاتين النقطتين مقدارها 5.4. نعم. مثال آخر أيضا تعبيض مباشر، أوجد المسافة بين النقطتين سالب 4 وسالب 330 و 4 أو 7 وسالب 90. كتبنا القانون، كلنا حافظين القانون، نعوض. إذا نبدأ الآن على افتراض أن هذه R1 7 تربيع زائدا سالب 4 تربيع ناقص 2 R1 R2 يعني 7 في سالب 4 كوزاين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 سالب 90 ناقص 330. طبعا ناقص هنا في القانون والناقص الثانية تبعا لقيمة الزاوية 330. إذا استطيع الآن 7 تربيع 49 سالب 4 تربيع 16 2 في 7 14 14 في 4 56. طبعا هنا سالب وهنا سالب أدمجت فأصبحت موجب، فيبقى لنا الأعداد فقط 2 في 7 14 14 في 4 56 كوزاين سالب 90 ناقص مع الناقص يصير موجب يعني سالب 90 زائد 330. نكمل الآن ما 49 زائد 16 65 وهنا سالب 90 زائد 330 240. وبالآلة الحاسبة يكون لدينا 65 كما هي زائد 56 كوزاين 240 قيمتها سالب نصف، قيمتها سالب نصف 56 في سالب نصف قيمتها سالب 28 56 ناقص 28 قيمتها 37 وجذر 37 تقريبا 6.1. 6.1 رائع جدا. تمرين، أوجد المسافة بين النقطتين 4 و باي على 6 النقطة الأولى، النقطة الثانية سالب 5 و 7 باي على 6. نكتب الآن القانون، هذا القانون بي واحد بي اثنين يساوي الجذر التربيعي ار واحد تربيع زائد ار اثنين تربيع ناقص اثنين ار واحد ار اثنين كوزاين ثيتا اثنين ناقص ثيتا واحد. نعوض الآن على بركة الله، ار واحد تربيع اربعة تربيع زائدا ار اثنين تربيع اي سالب خمسة تربيع ناقص اثنين ار واحد ار اثنين اي اربعة في سالب خمسة كوزاين ثيتا اثنين ناقص ثيتا واحد أي سبعة باي على ستة ناقص باي على ستة. ثم بعد ذلك بعد التعويض المباشر نعوض، أربعة تربيع 16 وسالب خمسة تربيع 25. طبعا هنا سالب مع السالب موجب، اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية في خمسة 40 كوزاين سبعة باي على ستة ناقص باي على ستة يساوي ستة باي على ستة، ستة مع ستة اللي يبقى باي 180. نعم 16 زائد 25 41 وكوزاين 180 سالب 1 40 في سالب 1 سالب 40 يعني 41 ناقص 40 يعطينا 1 وبالتالي الناتج النهائي 1 لأن 41 ناقص 40 1 تحت الجذر، جذر 1 يساوي 1، جذر 1 يساوي 1. مثال آخر نفس الكلام، أوجد المسافة بين النقطتين سالب 2 و 5 باي على 6 وسالب 3 و 11 باي على 6. تعويض مباشر في القانون،
كتبنا القانون نعوض الآن على بركة الله، سالب 2 تربيع زائد سالب 3 تربيع ناقص 2 آر 1 آر 2 أي سالب 2 في سالب 3 كوزاين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 أي 11 باي على 6 ناقص 5 باي على 6. نحسب الآن سالب 2 تربيع 4 سالب 3 تربيع 9 سالب في سالب موجب موجب في سالب سالب، إذا نكتب هنا سالب، ثم نضرب 2 في 2 4 4 في 3 12 كوزاين 11 باي على 6 ناقص 5 باي على 6 يعطينا 6 باي على 6، الستة مع الستة تختصر يبقى في النهاية باي فقط أو 180. نحسب الآن 4 زائد 9 13 وكوزاين 180 سالب 1 12 في سالب 1 سالب 12 أو سالب 12 في سالب 1 موجب 12، وبالتالي 13 زائد 12 25 تحت الجذر 5، تحت الجذر يعطينا كم؟ يعطينا 5، جذر 25 يساوي 5 لأن سالب 12 في سالب 1 موجب 12، 13 زائد 12 25 وجذر 25 يساوي 5. جميل. ملخص درسنا، ملخص درسنا الإحداثيات القطبية، التمثيل البياني للمعادلات القطبية إذا كان على هيئة R يساوي A فإن التمثيل هو عبارة عن دائرة، فإن التمثيل أكيد راح يكون عبارة عن دائرة، هذه الدائرة مركزها القطب أو نقطة الأصل ونصف قطرها A. أما إذا كان ثيتا يساوي B فإن التمثيل البياني في هذه الحالة يكون عبارة عن خط مستقيم يصنع زاوية قدرها B مع المحور القطبي. ثم أخذنا المسافة باستعمال الصيغة القطبية من خلال القانون، المسافة بين النقطتين B1 B2 تعطى من خلال الجذر التربيعي لـ R1 تربيع زائد R2 تربيع ناقص 2 R1 R2 كوزاين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1، حيث أن R1 وثيتا 1 هي قيمة النقطة الأولى و R2 وثيتا 2 هي قيمة أو إحداثيات الزاوية الثانية. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم على مشاهدتكم وحسن الاستماع والإنصات، نلتقي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.